رشيد العبدي رئيس جهة هبط صلاة القنيطرة. معادل النقاط اللي تم اليوم المصادقة عليها وهي تخص دائما كتمشي في التوجه الاستراتيجي اللي مشات فيه الجهة داخل في هذه الولاية ديال 21-27. إذا قلنا أنه يتم تهيئ المجموعة من ديال المناطق ديال التسريع الصناعي ومناطق الصناعية، إعادة التأهيل ديالها والتوسيع ديالها، وهذا يخص التقدم هنا في الرباط، يخص عين عتيق الصخيرات بالإقليم تميرة، كذلك يخص سيدي قاسم، وكذلك يخص عين جوهرة اللي غتعرف توسيع على مستوى المنطقة الصناعية ومنطقة التسريع الصناعي بواحد 41 و43 هكتار. إذا هذا كله من أجل استقدام وتوطين المستثمرين داخل الجهة وخلق فرص الشغل، اللي كنظن أنه إذا تم النجاح في هذه العملية غادي يكون سوق العمل لقاو فيه بالنسبة للبطالة غتنخفض، وسوق العمل غادي يولي مزدهر داخل الجهة. إقليم القنيطرة اللي عرف مجموعة من الاستثمارات، كاين المنطقة التسريع الصناعي القديمة، وكاين المشروع ديال المشروع الخاص بالسيارة الكهربائية، وكاين المشروع ديال إنتاج الأسلحة اللي داز في المجلس الوزاري السابق. إذا وزاد عليها لاغروبول اللي غتكون قريبة سيدي حي، إذا غيكون واحد المنطقة مهمة من أجل التشغيل. كنظن أن معدلات البطالة سوف تنخفض على مستوى الجهة بفضل هذه المشاريع المهيكلة الكبرى اللي كاينة. كذلك على مستوى الجهة صوتنا على الاقتناء ديال سيارات الإسعاف من أجل السامي، دابا ملي كتكون شي أكسيدون شي حادثة سير، الوصول للمستشفى اليوم كياخذ من الوقت، وبعض المرات سيؤدي بالحياة ديال هذاك الأكسيدونتي الحادثة اللي وقعت له الحادثة. إذا اليوم حنا طرقنا لهذا الموضوع، وكذلك نستشرف 2026 و 2030 التظاهرات الكبرى اللي غادي تكون على مستوى الوطني. إذا كيخصنا نهيئوا نفسنا لها، نكونوا مهيئين من ناحية اللوجستية ومن ناحية كذلك ديال الموارد البشرية، لأن هذه الاتفاقية غادي تجعل أنه تمكن من أجل توظيف مجموعة من المستخدمين في الأطر الطبية، وكذلك لماذا لا حتى الأطباء. إذا احنا المساهمه ديالنا في الجهه في هذه الاتفاقيه انه نساعدوا القطاع الصحه ونكونوا في جنبه باش نحققوا الاتقائيه من اجل الرقي بالخدمات الصحيه. كذلك هناك الاتفاقيه ديال السياحه اللي لانه اليوم لا فيزيون 2023 2026 فهي واحد خارطه طريقيه واضحه، ومن خلالها كاين خلق ديال 200 الف منصب شغل، وكاين 17.1 ديال الزوار اللي كتنتظرهم من المملكة المغربية. احنا كجهة اليوم خاطنا فيها بالامكانيات المادية، وكذلك بالتهيئ ديالنا المجموعة من ديال المشاريع اللي هيئناها من اجل كذلك باش الحصة ديالنا نفذوها في هذا التوجه. كذلك كاين مع السكنة اتفاقية مع السكنة والتعمير من اجل تأهيل المراكز الجماعاتية، جميع المراكز في اقليم سيدي قاسم، سيدي سليمان، سلا، جزء من سلا والخميسات، كلهم غيستافدوا من الميزانيه ديال الجهه، سواء في الماء الصالح للشرب او في الكهرباء او في التطهير السائل او في الرقي بالمركز ديال الجماعه، كذلك على مستوى الاسواق، البنيه التحتيه والفوقيه بيان سور، وكذلك الطرق القرويه. اذا احنا الاتفاقيه درناها مع الوزاره وكذلك مع العمران من اجل تنفيذ هذا المشروع هذا. انما الجهه اليوم ما ميزاتش بين جهه وبين جماعه وجماعه، بالعكس عطات للجميع ومكنتهم انهم يستافدوا من الميزانيه ديال الجماعه. كذلك كاين الشق الخاص بالنقل المدرسي اللي بدات التجربه في الاقليم ديال تميره، اليوم غنعموها في سلا على امل اننا نعموها في الجهات في الاقاليم الاخرى في العمق ديال الجهه. اذا هذه مجموعه من المشاريع اللي ارتئينا انها مهمه داخل هذه الدوره، وتعطي بالاكل ديالها وتعطي بالاثار ديالها داخل الجهه. سليمة كريمة، كاتبة مجلس جهة رباط صلاة القنيطرة. اليوم كيف تتشوفوا احنا اثناء انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز 2024 لمجلس جهة رباط صلاة القنيطرة، انتم شفتوا من بعد اكتمال النصاب القانوني بدات الاشغال. طبيعة الحال الاشغال يعني افتتحت بالتعزية الى السدة العالية بالله في وفاة صاحبة سمو الأميرة الجليلة المرحومة لالة لطيفة، وحنا الان في ضد إلقاء كلمات الفرق، ومن بعدها غادي ندخلوا للجدول الأعمال من أجل المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات. الاتفاقيات طبيعة الحال اللي تجي في إطار تنزيل البرنامج الجهوي لعمل مجلس جهة رباط صلاة القنيطرة عن هذه الولاية.
وبعد التأشير عليه طبيعة الحال من الجهة الوصية اللي هي وزارة مصالح وزارة الداخلية طبيعة الحال بتنسيق مع السيد والي جهة الرباط سلطة القنيطرة. هناك يعني عديد من النقاط واتفاقات اتفاقيات شراكة مع القطاعات العمومية ومع القطاعات الترابية التي تعنى طبيعة الحال ببرنامج يعني متنوع يعنى بالشق يعني السياحي، الشق البيئي، كذلك الشق الريادي والشق الصحي. يعني كل الاتفاقيات درجة في جدول أعمال هذه الدورة، وكما قلت فهي كلها اتفاقيات لتنزيلا طبيعة الحال لبرنامج التنمية الجهوي من أجل طبيعة الحال خلق يعني تنمية جهوية رائدة كما يعني كان شعار بداية الولاية، وهي خلق جهة الرباط سلا القنيطرة وجعلها من الجهات الصاعدة والجهات الرائدة باعتبارها جهة العاصمة طبيعة الحال. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.